وقفنا اليوم أمام معبر فيش قابول للتضامن مع مجلس عوائل الشهداء والمعتصمين في معبر سيماركا للمطالبة بجسامين شهداء خليفان الذين استشهدوا في كمين غادر. لذا نحن في هيئة الصحة والمقاطعات نعلن تضامننا مع مطالب المعتصمين السلمية في خيمة الشرف والذي دخل يومها 102 يوما في معبر سيمالكا. نؤكد للمعتصمين بأننا متضامنين معهم في خيمتهم حتى استلام جثامين الشهداء، كما نطالب سلطات باشور كردستان بالاستجابة لمطالب الأهالي وعوائل الشهداء وفتح المعابر الإنسانية. وهذه الممارسات تخدم الفاشية التركية. نناشد المنظمات الإنسانية والصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على باشور كردستان لتسليمنا جثامين الشهداء إلى ذويهم. شاهد نامرين، شاهد نامرين، شاهد نامرين، شاهد نامرين.